هذه الحلقة برعاية خير السعودية. خير السعودية وقف خيري تابع لمؤسسة بلد الخير الوقفية بالرياض. مرحبا، هذا ساندويتش ورقي. صباح ومساء الخير. بداية أرهنكم أنكم تستخدمون كلمة مجتمع يومياً، ويمكن أكثر من 10 مرات في اليوم. ببساطة لأننا أعضاء في هذا المجتمع، ودائما ما ننسب أنفسنا له، نتكلم عن مصلحته والأخطار المحدقة به. لكن لو سألتكم سؤال سقراطي شوية، سؤال مخادع، ما هو تعريفكم الدقيق لكلمة مجتمع؟ ما هي عناصره؟ ما الذي يجعلنا نسمي المجتمع مجتمع؟ هنا راح نوقف كثير ونتأمل، وقد نفشل في الإجابة. هذا السؤال السقراطي ما هو ترف أو نوع من الحذلقة اللغوية والفكرية، هو سؤال في الصميم، خاصة في عصرنا الحالي، العصر اللي أصبح فيه العالم قرية واحدة بهتت فيه الخطوط الفاصلة بين المجتمعات. سؤال ما هو سهل ولا سطحي، خاصة في عصر يصعب فيه فك التمازج بين المجتمعات. سمعت مرة في برنامج تلفزيوني، سمعت ضيف حاول أنه يعرف كلمة مجتمع، وبدون مبالغة كانت من أجمل الإجابات للواحد قد يسمعها. قال الضيف: المجتمع الحقيقي هو الذي يحمل أفراده قيما مشتركة يشعرون بالانتماء لهذه القيم، ثم يورثون للأجيال اللاحقة أكثر مما ورثوه عن الجيل السابق. إجابة ساحرة، إجابة كاتشي كما يقال في اللغة الإنجليزية. المجتمع هو جيل مكون من أفراد ورثوا قيم وموارد عن آبائهم، طوروها، عدلوها، نموها، ثم ورثوها لأبنائهم. الكاتب تشارلز فوغل في كتابه The Art of Community يقول بأن الخلطة السرية للمجتمع الحقيقي هي عبارة عن مجموعة عناصر يشترك فيها أعضاء هذا المجتمع الواحد، 4 عناصر رئيسية كما يراها فوغل. العنصر الأول هي القيم المشتركة، Shared Values. العنصر الثاني هوية عضوية لهذا الفرد في المجتمع، Membership Identity. العنصر الثالث المحظورات الأخلاقية، Prescriptions. والعنصر الرابع المعرفة الداخلية أو Insider Understanding. للتوضيح، مصطلح المجتمع مو شرط يكون مرتبط فقط بالناحية الجغرافية، يعني مو شرط تكون أفراد في مدينة واحدة أو منطقة واحدة أبدا. قد يكون مجتمع وظيفي، يعني مجتمع طبي مثلا، أو مجتمع عقدي أتبع لدين واحد أو مذهب واحد، أو مجتمع سياسي أتبع لحزب واحد. يعني ممكن نقول إن المجتمع هو منظمة أو جماعة لها رؤيتها وأهدافها وأفكارها ومقوماتها الخاصة بها، هذه المقومات اللي ميزتها عن أي مجتمع آخر. تقريبا تعريف المجتمع بدأ يصير أكثر دقة شيئا فشيئا. خلونا نذكر لكم مثال بسيط على مجتمع ناجح يشترك أعضاؤه في الرؤية والمصلحة، يشتركون في توافق الـ Explicit and Implicit Values. Explicit Values اللي هي القيمة الصريحة والظاهرة للجميع، يعني فكرة المجتمع الأساسية التي يعرف نفسه بها للعالم الخارجي. وفي الـ Implicit Values القيم الضمنية أو الداخلية، وهذه القيم هي اللي تعكس حقيقة المجتمع اللي اخترت أنت أن تكون فردا فيه أو عضوا فيه، مدى توافقك وتوافق قيمك مع القيم اللي عشانها انضميت لهذا المجتمع. هذه هي الـ Implicit Values. وخلونا ناخذ مثال. نادي رياضي يدعى CFO Gym، ذكره الكاتب في كتاب The Art of Community عدة مرات، وذكره لأنه يريد أن يعطينا نموذج للمجتمع الناجح. ليه هذا النادي CFO Gym كان ناجح؟ لأنه مؤسس هذا الجيم يعتقد بأن الأعضاء يحسون بالانتماء للنادي، ليس فقط، وخطين تحت ليس فقط، ليس فقط بسبب توفر ما يحتاجونه من معدات وديكورات، بل في شعورهم بأنهم مرحب بهم، بأنهم مقبولين في هذا المجتمع بغض النظر عن لياقتهم وقدراتهم البدنية، سواء كانوا مبتدئين أو متقدمين في مجال الرياضة.
المجتمع الناجح هو الذي يستطيع أن يوجد تواصل فيما بين أعضاء هذا النادي، يعني الشعور بالانتماء واللي يتحقق بدءا من التشجيع وتفهم القدرات الجسدية ومراعاة المبتدئين. عملية التوافق ما بين المتقدمين والمبتدئين هي ما تصنع مجتمع ناجح. زي ما قال مؤلف الكتاب، هذا النادي هو مجتمع يفهم جيدا رأس مال نجاحه ومكسبه الحقيقي. بيغوفيتش في كتابه هروبي إلى الحرية قال جملة عظيمة عن المجتمعات، يقول: حجر التجربة لمجتمع ما هو علاقته تجاه الأضداد، وثانيا تجاه المرضى والعجزة وغير القادرين. يقصد هنا أن المجتمع الناجح هو المجتمع اللي يستطيع أن يجمع أضداده داخل دائرة مجتمعية حميمة. عرفنا المجتمع، عرفنا أنه له قيم داخلية وخارجية، وعرفنا أنه يستطيع أن يجمع الأضداد. الآن خلينا نعرف شوية أكثر عن القيم الضمنية Implicit Values. يقول مؤلف الكتاب أنها أكثر أهمية من القيم الظاهرة أو الصريحة. هذه القيم الخفية التي يقول عنها نجيب محفوظ أنها ليست فقط نظام تعامل الناس مع بعض، بل هي المنظومة التي تحمي المجتمع من الفوضى. القيم الداخلية هي ما تحمي المجتمع من أي فوضى. هي القيم التي راهن عليها الفيلسوف الجزائري مالك بن نبي لما قال أن القيم الضمنية في حال التخلي عنها ستتقهقر المجتمعات للوراء. وكيف لا يحدث هذا التقهقر عندما يترك أفراد المجتمع درب حضارتهم الذي اتفقوا عليه؟ لذلك القيم الضمنية هي حجر الأساس في أي مجتمع. لكن يبقى عندنا سؤال مهم: كيف نقدر نوازن بين القيم المشتركة الموروثة من جيل قديم والتجديدات التي يود هذا الجيل أن يعملها؟ هنا نيجي للسمة البشرية الأهم، السمة البشرية الفارقة عن كل الكائنات الأخرى، اللي هي لغة الحوار. عندما يكون في حوار على أصوله بين أفراد المجتمع، هم بشكل أوتوماتيكي سينتقلون بمرونة وسلام من مرحلة لمرحلة، من مرحلة عدم اتفاق إلى مرحلة اتفاق ضمني. سيصلون لأرض مشتركة فيما بينهم. الحوار هنا نقصد فيها الحوار المتحضر الذي يستمع فيه أفراد المجتمع بعضهم ليصلوا لنقطة مشتركة. الحوار لا الصراخ، لأنه مع الصراخ لن يسمع المتحاورون دوي عجلات الحضارة وهي تسبقهم من بين جنبيهم. أخيرا، قدم فوغل في كتابه فن المجتمع أو The Art of Community 7 مبادئ مهمة للانتماء المجتمعي. هذه بحق تستحق حلقة كاملة، لكن لا مانع أننا نسردها بشكل سريع. رقم 1، Boundary أو الحدود، ويقصد فيها الحدود التي تحمي المجتمع من أي خطر خارجي وتوفر الأمان لأفراده. أي مجتمع يجب أن يكون لديه حدود. رقم 2، Initiation، المبادرة. والمبادرة هي خطوة إدخال الناس إلى هذا المجتمع، المبادرة إلى دعوتهم للدخول إلى هذا الفكر المشترك. رقم 3، Rituals، الطقوس. والطقوس طبعا هي الأفعال والأنشطة اللي لها هدف ومعنى محدد لا يقدر قيمته إلا من هم داخل المجتمع. رقم 4، Temple، الملجأ أو المأوى. Temple معناها معبد، لكن في كتاب اليوم ممكن أن تترجم إلى الملجأ أو المأوى. والملجأ والمأوى هو المكان الذي يضم، المكان الفيزيائي، المكان الجغرافي الذي يضم الأعضاء دائما ويجمعهم. لذلك المسجد، المعبد، الكنيسة هي جزء لا يتجزأ من مجتمعات العالم. رقم 5، Stories، القصص. أي مجتمع لابد أن يكون لديه مجموعة من التجارب الشخصية والقصص اللي تساعده على فهم وإدراك القيم. والقصص على قفا من يشيل، القصص كثيرة، الأساطير كثيرة في كل مجتمع، فقط فتش عن كلمة Myths أو القصص الفلكلورية واستمتع بقراءتها. رقم 6، Symbols، ومعناها الرموز. كل مجتمع له رموزه التي تعكس توجهه وأولوياته. هذه الأشياء تظهر في اللغة غالبا وفي بعض السلوكيات الخارجية. رقم 7، Inner Rings، الدوائر الداخلية. خلينا نتكلم عن الدوائر بشكل سريع. هي دوائر تشكل دائرة المجتمع الواحد. الدائرة الداخلية الأصغر اللي بالداخل في المنتصف في السنتر
يكونها المؤسسون والزعماء المهرة. الدائرة المحيطة اللي بعدها على طول فيها الأعضاء الكبار، تحيط بها دائرة أعضاء أو أفراد، وبعدها الدائرة الأخيرة هي دائرة الأعضاء الجدد أو المبتدئين، وأخيرا الزوار. تخيل هذه الدوائر في مجتمع كرة قدم، فيها الرئيس في الدائرة الداخلية المنتصف، ثم كبار أعضاء الشرف، ثم اللاعبين والجهاز الفني، ثم المشجعين، وأخيرا من يريد أن ينتمي لهذا النادي. أختم بما بدأنا به: سر قوة ونجاح وسلامة أي مجتمع أو أي مؤسسة هو في معرفتهم وتشاركهم للقيم المعنوية والإنسانية، ما هي في القيم الرسمية والربحية. السر هو في تطبيق هذه القيم المشتركة في المجتمع وبين الدوائر الداخلية. هذا التداخل يصنع شيء زي تروس فولاذية لا يهددها أي خطر، طبعا الخطر الخارجي الدخيل. هذا الترابط يربط بين أفراد المجتمع بثبات وأمان، يوحد قيمهم وهواياتهم وأفكارهم ليصبحوا مكملين لبعض. فالواحد للكل والكل للواحد، one for all and all for one. وفي حفظ الله. هذه الحلقة برعاية خير السعودية. خير السعودية وقف خيري تابع لمؤسسة بلد الخير الوقفية بالرياض. مرحبا، هذا ساندويتش ورقي.